السلام عليكم اخوتي، كيف حالكم؟ كل شيء مزيان. قبل ما ندخل الاخوه الخدمه، واقف قدام الخدمه، غادي نشارك معكم هذا الخبر اللي هو زوين ومفرح الناس اللي دفعت 4 شهر 12 البادانتي. كيسولوا على البادانتي، الكونترا ديال البادانتي كيخرجوها الاخوان، واول كونترا هي هذه كنتوصل بها، غادي نشاركها معكم اليوم. خرجت غير البارح الاخوان، خرجت البارح. السيد دخل المكتب ديالو لقاها موجوده، هبطها اليوم وارسلها ليا. كونترا ديال البادانتي اللي مدفوعين 4 في شهر 12 كيخرجوا. نشارك معكم التوقيت ونشارك معكم هذه المقاطعه ولا العماله ولا البروفينشا. السيد اللي هبطها ليا، الا كنتو باقيين عاقلين، فاش الناس قالوا ليا اشنا هما الوثائق اللي خاصنا ديال ولا الوثائق المطلوبه ديال البادانتي باش نديروا عقد عمل في البادانتي ابيس، وقلت لكم شاركت معكم الوثائق وقلت لكم شوفوا، انا كنصح اي واحد بكاف باتروناتو ديال السي نور الدين الاستاذ ديالنا الاخوان، كاف بيروزي 60 بادوفا، نخلي لكم النمره ديال التليفون ديالو والموقع ديالو من طبيعه الحال اللي كيتواجد فيه، ونخلي لكم القناه ديالو، قناه المهاجر تي في. هاد السيد هذا الاخوان كيخدم مزيان، هو اللي توصل باول كونترا ديال البادانتي. شاركه معايا وغادي نفرح خوتي الناس ديال فيتيربو، هنيئا لكم الناس اللي دافعين في البروفينشا ديال فيتيربو، هنيئا لكم. الكونترا ديال البادانتي بداو كيخرجوا، غير الباترون يكون عنده حتى مشكل، والسيد اللي دار لك الطلب بحال السي نور الدين يكون مزيان وكيعرف من طبيعه الحال الوثائق اللي هي خاصه، وهادو ما ضيعوش الوقت. يعني البريفيتورا ولا سبورتيل اونيكو بير ليميغراسيوني ما لقاتش مشكل في الطلب، جا كلشي سهل، لانها توصلت بالوثائق كامله، ما كاين لا 10 ايام لا 20 يوم لا والو، لقاو الوثائق موجوده. قالوا السيد صاحب طلب هبط نولا وسطى ديالك عندك، هنيئا لك. بروفينشا الاخوان ديال فيتيربو، بروفينشا ديال فيتيربو كتخرج كيف ما كتشوفوا معايا، هذه هي الكونترا الاخوان، مشطبين على معلومات شخصيه. وشكرا للاستاذ نور الدين كاف بيروزي سيسانتا، ومازال كنصح به اي واحد، لان الطلب كيمشي ابون فيني وكيمشي هو هذاك مريقل، ما خاص حتى شي حاجه. كيف ما كتشوفوا الاخوان، فيتيربو هي البروفينشا ابيس، ضربوا على ابيس، رانا داير ليها السهم فوق، تاريخ الاصدار حتى هو فيه السهم 25 شهر 1 2024، غير البارح الاخوان، اليوم غير البارح واليوم توصلت بها. كيف ما قلت لكم، الاخ عنده قناه المهاجر، عنده مكتب كاف باتروناتو جمعيه الصحراء المغربيه. التوقيت، الناس اللي غتسولني على التوقيت، توقيت 9:46، 9:46 مدفوع طلب بادانتي ابيس نهار 4 شهر 12 الاخوان، نهار 4 شهر 12 هنيئا. بادانتي دابا صافي غيبدا يخرج، ما تقولش غير هاد المقاطعه ولا هاد البروفينشا ولا، المهم فيتيربو، الناس ديال فيتيربو بارطاجيو مع الناس ديال فيتيربو الاخوان، اللي دخل لي بارطاجي هادشي هذا 9:10، توقيت زوين اخوتي 9:10، ولكن هادشي اللي توصلت به انا 9:10:46. هاد الاخ هذا الاستاذ نوردي لا توصل بشي حاجه اخرى، توقيت طالع ديال البادانتي غادي يقول لي التوقيت، وغادي يعطيني حتى الموديل بي، غادي نشاركو معكم، وغادي ناخذ معلومات اخرين من جهات اخرى، وكنسول حتى البريفيتورات الاخوان الا كان شي جديد، غادي نشاركو معكم بالاخص موديل بي الاخوان، الناس اللي كتسول عليه. وانا هاد الصباح هذا شاركت معكم ستاجيونالي ولا كونفرسيوني زادوا فيهم. بالنسبه لمراحل الطلب، كاين اللي عنده دابا سمعوني مزيان، كاين اللي كيدخل بسبيد ديالو، شي واحد في العائله ولا صديق ولا صاحبك ولا كاف ولا محاسب ولا باترون ولا محامي، كيدخل كيشوف الطلب ديالك في المرحله الاولى، وهي كتبان ليه، انا راه كلشي عندي المعلومات اخوتي، كتبان ليه كوتا نون ديسبونيبلي. اشنو كتعني؟ حصه غير متوفره، يعني حاليا هادو غادي يطلعوا، غادي يدخلوا، غيمشيو للمرحله المواليه، والمرحله الثانيه وهي كيمشيو للبري استروتوريا. اشنو كتعني؟ مرحله ما قبل التحقيق، اللي جميع الطلبات دابا تقريبا تما، من غير هادوك اللي طالعين في التوقيت من فوق 9:30 وزيد وزيد، دابا الاغلبيه ديال الطلبات داخلين البري استروتوريا، كتمشي للمرحله الثالثه. اللي شارك معنا دائما سي نور الدين الله يذكره بالخير وشكرا لك بزاف، كتمشي لهذه المرحله حتى هي مكتوبه فيها ام ا او سي اي. اشنو كتعني؟ كتعني مرحله ولا المرحله في وزاره الخارجيه والتعاون الدولي، وكتجي المرحله الاخرى اللي كتهبط فيها نولا وسطى، وكترسلها للعامل او العامله، وهي ريلاشو نولا وسطى، اصدار الكونترا، كتقوم بالتحميل ديالها ولا
كتقوم بتسكاريك هذاك الفايل، هذاك لاليغاتو اللي رسلوا لك، كتهبط من الوسطه ديالك وكترسلها. المهم هنيئا الناس ديال فيتيربو ولكلشي. انا كنت ديجا توصلت بالكونترا بادانتي ديال بيتشانسا، ولكن كنت شاك فيها الاخوان، باش نقول لك راه كاينه كونترا وشاك فيها ونبدا لا خاصني نتاكد منها. بحال السيد دابا السي نور الدين رسل لينا الكونترا وهو اللي دافعها، وكنصح به اي واحد رانا تاكدت منها صحيحه شاركتها معكم. البادانتي كيخرجها الاخوان، موديل بي غادي يبدا يخرجها هو على الجهد. موديل بي في بحث بزاف، في بحث الاخوان. موديل بي دابا ما يدوش حتى شي واحد من غير لما شافوا الوثائق كامله. المهم اخبار زوينه والمفرحه كيف ما وعدتكم، قلت لكم راه من بعد غادي نشارك معكم كونترا ديال البادانتي، والبادانتي ها هي الاخوان، وشاركت معكم جميع المراحل اللي كدوز منها الكونترا. المراحل سواء ديال البادانتي ولا موديل بي ولا موديل سي ولا اي كونترا كدوز من هاد المراحل. هنيئا لكم الاخوان، الكونترا بداو كيخرجوا، ما عليكم غير تسولوا السيد اللي دافع عليكم، قول له دخل بالسبيد ديالك وشوف لي اشمن مرحله انا. الا شفتوا هاد المراحل هادو وجات المرحله الاخرى، اعرف الكونترا ديالك غادي تخرج. شتيها كوطا نون ديسپونيبل، يعني هذيك الكوطا اللي هي غير متوفره ولكن غير حاليا، غادي تدخل المرحله الثانيه اللي هي ما قبل التحقيق. كاين تحقيق اداري وكاين باريري، يعني كاين الراي ديال الكويستوره ديال الشرطه المختصه باش دوز المرحله المواليه اللي هنا اللي هي قلنا الاخوان وزاره الخارجيه والتعاون الدولي. من بعد كدوز الاصدار ديال نولا وسطى، واي جديد غادي نشاركو معكم. ما تنساش لايك وما تنساش بارطاجي الفيديو مع الناس اللي كيتسناو تخرج لهم الكونترا ديال البادانتي، واي جديد على قانون عقود العمل والكونترات غادي نشاركو معكم. ودائما الجديد على الصفحه ديال صدى المغتربين وقناه الجاليه 24. نهاركم مبروك.